بالنسبة للتغطية على المستوى الوطني بالنسبة للدوائر النيابية هناك تغطية مهمة جدا تفوق حوالي 85%، ومن طبيعة الحال بالنسبة للدوائر الجماعية ستكون تغطية مهمة جدا كذلك، لم نتوصل الآن إلى الأرقام النهائية، وأيضا تغطية 100% للدوائر الجهوية النسائية، كما سيكون حضور من طبيعة الحال تقريبا 100% على مستوى الترشيحات بالنسبة لخصوص مجالس الجهات. إذا نحن نبذل وبذلنا جهدا كبيرا أولا لطبعا تحقيق تغطية مشرفة ومعادلة أو تتجاوز تغطية 2016، ونسعى إلى تحقيق يعني أهداف أكبر من التي حققناها سنة في انتخابات 2016 سواء بالنسبة للترشيح أو بالنسبة للتصويت أو الحصول على مقاعد. شكرا لك. نحن نراهن بطبيعة الحال على فئات الطبقة الوسطى الكثيرة والمتعددة والواعية بما يواجه المغرب الآن من تحديات ومخاطر، نراهن كذلك على الشباب، نراهن على النساء، نراهن على جميع المواطنين والمواطنات الذين لهم غيرة على بلادهم. كتشوفوا أن الاستحقاقات تكون أسهل بدون الاتحاد الشراكي الموحد؟ مع الأسف نحن تأسفنا كثيرا وخصوصا بالنسبة لي على ما حصل، بالعكس هذا ما حصل خلق لنا دينا متاعب إضافية، ومن طبيعة الحال هذا سيجعلنا نتنافس في الكثير من الدوائر، وهذا أيضا ستكون له تداعيات على مستوى ربما التصويت تقاسم الأصوات، لأن القاعدة الناخبة للفيدرالية هي قاعدة واحدة من طبيعة الحال، وأي شرخ على مستوى الترشيح سينعكس على مستوى التصويت، ولكن نتمنى أن تكون المشاركة مكثفة وأن نتجاوز ما قد يحصل من تداعيات سلبية على هذا المستوى. بها غتعطي واحد المشهد سياسي مفتت جدا. حنا كنا عندنا موقف واضح فيما يخص القاسم الانتخابي، كتذكروه القاسم الانتخابي اللي لا علاقه له بالديمقراطيه، على اعتبار غدا تشوفوا مثلا جهه الدار البيضاء حزب يقدر يجيب 200,000 صوت غيكون عنده نفس عدد زيلو عدد المنتخبين كحزب اللي جاب 10,000 صوت. مساله ما كايناش في العالم هذه المساله هذه. كذلك هذه الظاهره ديال عدد الاحزاب اللي مع كامل الاسف كاين بعض الاحزاب هي قليله جدا، 4-5 الاحزاب كتشري اليوم كتشري احزاب صغرى من خلال وكتشري مرشحين وكتقدم مرشحين باسم بتلاوين احزاب مختلفه. انا كاين بعض المرشحين اللي تشراو ب 10,000 درهم. كاين احزاب اليوم بعض المناطق نقدروا نقولوها مثلا العيون مثلا الجديده ومناطق اخرى اللي كتلقى حزب عنده 5-6 لوائح انتخابيه، بمعنى يمكن هناك اراده باش الديمقراطيه والانتخابات في المغاربه يتبخصوا هذه المساله ديال الانتخابات ويبخصوا الديمقراطيه. حنا ندخلوا هذه الانتخابات نعطيو وجه اخر، نقولوا هناك امل في الديمقراطيه، هناك امل بالتغيير عن طريق الانتخابات، لان ما كاينش 20,000 دوفوا، ما كاينش سبل الديمقراطيه الا الانتخابات او العنف، وحنا بغينا بلادنا تمشي للديمقراطيه والاستقرار عبر الانتخابات. هذا هو املنا وشكرا لكم جميعا.